طلاب وطالبات الصف التاسع في المراجع الشاملة لمادة الأحياء، إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في إعطاء المادة على أكمل وجه، وأنكم استفدتوا كطلاب كأولياء أمور كمعلمين ومعلمات. نبدأ حصتنا لهذا اليوم طبعا بعنوان المراجعة الشاملة لمادة الأحياء للصف التاسع. بنبدأ طبعا في الفصل الدراسي الأول، بنبدأ في الوحدة الثانية بما أن الوحدة الأولى محذوفة. أنا اخترت من كل وحدة سؤال واحد علشان أقدر أغطي تقريبا كل المادة للفصلين إذا مدانا الوقت بإذن الله. عندي السؤال الأول للوحدة الثانية: عند صنع رقائق البطاطس يغمرها الطاهي في ماء مالح قبل طهيها. هني لما يجيبولنا ماء، هني عندي كلمة ماء، أنا على طول أحط في بالي أني أنا بطبق على ويش، على الخاصية الإسموزية، لأن دائما الخاصية الإسموزية هي تبع الماء أو جهد الماء، فأنا أحب أنوه في الخاصية الإسموزية على شغلة معينة، أن لما يقولوا لنا الخاصية الإسموزية إذا لازم يكون عندي أنا وسطين، ولازم يكون ما بين هذين الوسطين هني يكون عندي غشاء شبه منفذ. أنا أعرف أنكم تعرفون، لكن يقولون أن التكرار يعلم الشطار، ويكون هني الوسطين مختلفين، عندي مثلا الوسط ألف والوسط باء، هذين الوسطين وفوش مختلفين لازم يكون، يعني لازم يكون مختلفات في جهد الماء، في جهد الماء لازم يكون جهد المنطقة ألف اللي موجودة هني مختلف عن جهد المنطقة باء في الموجودة هني، سواء كان التراكيز متساوية واحد منهن أقل واحد منهن أكثر، لكن أن هذا الماء يكون في تحرك مستمر. لكن وين يكون أكثر، هل من المنطقة ألف إلى المنطقة باء أم من المنطقة باء إلى المنطقة ألف، هذا يعتمد عليه كمية جهد الماء على حسب عدد جزيئات الماء الموجودة في الوسطين. نشوف للسؤال ونطبق. يقولنا عند صنع رقائق البطاطس يغمرها الطاهي في ماء مالح، يعني حطيها في ماء مالح قبل طهيها. إذا قالنا أن نحطيها في ماء مالح معناته هني بيكون جزيئات، على طول افكر على طول جزيئات الماء كيف، اقل ولا اكثر، فبتكون هني جزيئات الماء قليله مقارنه بجزيئات الملح. انزين، السؤال الاول: صف ما يحدث للمحتوى المائي لرقائق البطاطس. عندي مثلا هذا الاناء او الوعاء، حاطين فيه ويش، حاطين فيه ماء زائد ملح، وحاطين فيه رقائق البطاطس. انا حاطه لكم حبه واحده من البطاطس، هذه هي بطاطس. يقولنا صف ما يحدث للمحتوى المائي لرقائق البطاطس. يبون المحتوى المائي، يبون يعرفون المحتوى المائي لرقائق البطاطس. لما يقولون صف ما يحدث للمحتوى المائي لرقائق البطاطس، يعني هل هو بيزيد المحتوى المائي، هل سيقل هذا المحتوى المائي، أو سيظل المحتوى المائي كما هو. فبما ان انا هني نوهوا علي وقالوا لي ان تراه الماء ماء مالح، فمعناته جزيئات الماء في الوعاء بتكون اقل، فاذا ماذا سوف يحدث لجزيئات الماء الموجوده داخل البطاطس؟ سوف تخرج الى الخارج بهذه الطريقه. فإذا خرجت إلى الخارج فهني معناته ماذا سوف يحدث للمحتوى المائي؟ ينخفض أو ممكن أقول يقل. إنزين، هل سيزداد جهد الماء داخل رقائق البطاطس أم سينخفض؟ بما أن جزيئات الماء أو المحتوى المائي سوف يخرج، فمعناته جهد الماء داخل رقائق البطاطس ماذا سوف يحدث له؟ إذن إجابة صحيحة، سوف ينخفض. خمن ما سيحدث لحجم كل شريحة من البطاطس. الحين أنا عندي هذه الشريحة من البطاطس قبل وضعها في الماء المالح، بعد وضعها هني قبل، انزين بعد وضعها في الماء المالح هني قلنا وش اللي بيصير؟ سوف يخرج جزيئات الماء او المحتوى المائي، مما يؤدي الى نقصان جهد الماء. فاذا هو هني قل محتوياته، فبالتاكيد بيقل ويش حجم الشريحة بهذه الطريقة. اذا يقل حجم الشريحة. تخضع الخلايا النباتية في المحاليل المركزة للتبلزم. تذكرون التبلزم لما قلنا غشاء الخلية، هذا جدار الخلية وهذا هو الغشاء. انزين، قلنا ان لما نحطيها
لما نحطيها في محلول عالي التركيز ماذا سوف يحدث لها؟ سوف يحدث لها بلزمة، والتبلزم هو خروج الماء. فإذا هني صف تأثير ذلك على النبات. أول شيء هذا الغشاء اللي موجود هني وش بيصير له؟ بينكمش بهذه الطريقة، بينكمش بهذه الطريقة، إذا سوف يحدث له انكماش، وهو ابتعاد الغشاء الخلوي عن الجدار الخلوي. تأثير ذلك على النبات، طبعا النبات ماذا سوف يحدث له؟ سوف يذبل، أو أن أكتب يموت، الإجابتين بتكون صحيحة. يذبل لأنه هو إذا ذبل فالتأكيد أنه يؤدي إلى موته، كتبت مات على طول، إجابتي أيضا صحيحة. إنزين، آخر سؤال، نسي طاهٍ آخر إضافة الملح إلى الماء الذي سيغمر به البطاطس، صف ما سيحدث في المحتوى المائي في، يمكن السؤال شوي مقصوص، في قطعة البطاطس هذه. هني الحين قالوا لنا أنه وش صار؟ لحظة غير شوي القلم. الطاهي الثاني قطعة البطاطس هذه يابها وحطها في الماء، هني عندي الماء ويش؟ ماء عادي أو ماء نقي، ما خلى فيها ملح، وش اللي بيصير لهذا المحتوى المائي؟ ممكن أنه إذا أنا كنت متسرعة في إجابتي بكتب أنه ما يصير شيء، لا هو بيصير شيء. ليش؟ لأن ترى قطعة البطاطس اللي موجودة هني هذه فيها محلول، فيها تركيز معين اللي هو فيها النشأ، فيها نشأ زائد ماء، أما الماء العادي ما موجود فيه شيء، فوين بيكون جهد الماء أعلى؟ بيكون في هذه المنطقة اللي هو خارج البطاطس. فكيف بيكون انتقال جهد الماء من الخارج إلى الداخل؟ بهذه الطريقة. فإذا هني المحتوى المائي سوف يزيد، يزيد المحتوى المائي، أيوة يزيد المحتوى المائي مما يؤدي، إذا يعني أنا أشوف عمري شاطرة وأبغى أزيد في إجابتي أعطي إجابة مثالية، أكتب يزيد المحتوى المائي أو يرتفع المحتوى المائي مما يؤدي إلى زيادة حجم رقائق البطاطس. واضح؟ إذا هذا هو بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل إلى الوحدة الثالثة، الجزيئات الحيوية. الجزيئات الحيوية اللي درسنا فيه الماء، ما يتكون جسمك، كربوهيدرات، بروتينات والأنزيمات. جبت لكم سؤال على الأنزيمات لأن أحس أكثر الأفكار في الأنزيمات. طبعا هذه الأسئلة كلها موجودات في نهاية الوحدة، لكن أنا اخترت الأسئلة الاستقصائية علشان شوي أكثر توسعون مدارككم من هذا الناحية. إنزين، عندي بالنسبة للأنزيمات، بعد أنا أحب أنوه على نقطة، عندي الأنزيمات، الأنزيمات هذه دائما تتواجد في ويش؟ في كائن حي. معظم الكائنات الحية، طبعا ما أقصد القواعد الشاذة مثل البكتيريا التي تعيش في الينابيع الحارة، لا، لكن معظم الأنزيمات تعيش في الكائنات الحية اللي تكون متوسط درجة حرارتها 37 درجة سيليزية، يعني إلى 40 درجة سيليزية. دائما أحط إذا ما كان عاطيني في السؤال شيء شاذ، يعني عطول أحط في بالي أن ترى هذه الأنزيمات درجة حرارتها الملائمة من 37 إلى 40 درجة سيليزية، إذا ارتفع عن هذا المعدل يحدث مسخ أو تلف للأنزيم. هذا بالنسبة لدرجة الحرارة. بالنسبة للبي اتش، معظم أنواع الأنزيمات تعمل أو يكون أعلى نشاط لها في 7 بي اتش، ما لم تكن هناك قاعدة شاذة بالنسبة لهذا الأنزيم. نشوف على السؤال، تم استخراج 3 أنزيمات الـ PQR من القناة الهضمية لحيوان المه، من وين يابو؟ من القناة الهضمية. وإذا تتذكرون إحنا درسنا في الفصل الثاني إن القناة الهضمية ترى فيها عدة أوساط. تم استقصاء تأثير الرقم الهيدروجيني على نشاط الأنزيمات عند درجة حرارة 40، يعني هذيلة شافوا نشاطهن كلهن لما كانت درجة حرارة حيوان المه 40 درجة سيليزية. مثلت النتائج بيانيا على الرسم أدنى. نلاحظ هني شيء بعد، أن ترى لما يجيبوا لنا أسئلة
يجيبوا لنا رأس السؤال وبعدين على طول يجيبوا لنا الرسمة، سواء كان جدول، سواء كانت رسمة بيانية، سواء كان مخطط، أي شيء، المهم يجيبونه قبل الأسئلة. فيعني هذا يدللني أني أنا تراني لازم أول شيء أدرس هذا الرسم البياني وبعدين أنتقل للأسئلة علشان يكون حلها سهل. طيب، فإذا لأن أنا إذا ودرت هذا الرسم البياني ورحت أقرأ الأسئلة ما بفهم منهن شيء، فبرجع مرة ثانية حق الرسم البياني أدرسه مرة ثانية وأرجع مرة ثانية حق الأسئلة. ما لازم أطول هذا السالفة كلها، على طول أروح حق الرسم البياني وأدرس الرسم البياني. نشوف هني عاطينا الرسم البياني على هذا المحور أرقام البي اتش اللي موجودة معاي، وهذا معدل نشاط الأنزيم. ألاحظ أن الأنزيم بي بدأ نشاطه من نص 0.5 pH، من هني بدأ نشاطه، قبل كذي كان لا يعمل، إلى أن وصل إلى الذروة تقريبا أعلى نشاط له تقريبا في عند 3. بعد 3 بدأ يقل نشاط هذا الأنزيم إلى أن وصل إلى 5.5. بعد 5.5 لا يعمل هذا الأنزيم. هذا بالنسبة للأنزيم P. أشوف الأنزيم Q. الأنزيم Q بدأ العمل عند 3 pH، هني عند 3 pH، ومع ارتفاع الرقم الهيدروجيني يرتفع معدل نشاط هذا الأنزيم إلى أن وصل إلى 7 pH، هو تقريبا أيوة 7 pH، هذا معدل الأقصى لهذا الأنزيم. بعد 7 pH بدأ يقل نشاط هذا الأنزيم إلى 11. بعد 11 هذا الأنزيم لا يعمل. أروح للأنزيم اللي بعده، الأنزيم R بدأ عمله عند 6.5، هني بدأ عمله في هذه النقطة، وكان أعلى نشاط له تقريبا عند 9، تقريبا عند 9. بعد 9 pH بدأ يقل نشاطه لين وصل إلى 11.5. بعد 11.5 لا يعمل هذا الأنزيم. أنا بكذي حللت الرسم البياني كامل. أي سؤال الحين يجيني تحت هذا الرسم البياني على طول أحله. تحتوي المعدة على أحماض، احنا نعرف هذا المعلومة، يبلغ رقمها الهيدروجيني 3، قالوا لنا أن هذا المعدة هذا الحيوان يبلغ الرقم الهيدروجيني حلها 3. اقترح أي أنزيم تم استخراجه من المعدة وفسر إجابتك. أنا بما أنها أحماض المعدة تعمل عند الرقم الهيدروجيني 3، فبيكون هو الأنزيم P. ليش اخترت هذا الأنزيم؟ لأن هو هذا الأنزيم اللي أعلى نشاط له عند 3 pH، أو أعلى معدل للنشاط لهذا الأنزيم عند 3 pH. صف تأثير زيادة الرقم الهيدروجيني على معدل نشاط الأنزيم R. نشوف هذا الأنزيم R ماذا يحدث عند زيادة معدل الرقم الهيدروجيني مع، أقول إذا هم قالوا لي صف، فمعناته أقول مع أو عند زيادة الرقم الهيدروجيني يقل النشاط الأنزيمي له. هني الدليل عندي واضح، الدليل أنه لما صار 10 صار هني كم؟ 50، وعند 11 كم؟ تقريبا 10 أو 20، وعند 11.5 صار لا يعمل إطلاقا. اذكر ما سيحدث للأنزيم R إذا تم وضعه في أحماض المعدة. قمت أنا شلت هذا الأنزيم من هني ونقلته في أحماض المعدة هني، وش اللي بيصير؟ أنا قلت لكم قبل بداية الأسئلة أن ترى قبل 6.5 هذا الأنزيم لا يعمل، فإن أنا خلاص كأني عاد خلاص جاوبت عليه هذا السؤال. فماذا سيحدث للأنزيم R؟ إذن لا يعمل، أو سيحدث له مسخ، لأن بخليه في مكان حامضي، أو بيحدث له تلف مما يؤدي إلى عدم عمله.
تستقصي التجربة السابقة، الرقم الهيدروجيني ونشاط الأنزيم. ما الذي يؤثر أيضا على نشاط الأنزيم؟ إحنا خضينا درجة الحرارة. يكفيني واحد بما أنهم ما طلبوا أكثر من كذي. بكذي خلصنا السؤال للوحدة الثانية. ننتقل إلى الوحدة الخامسة بما أن الوحدة الرابعة محذوفة. أشوف السؤال اللي معي، يقولنا قام رياضي ببعض الاختبارات لقياس معدل تنفسه بنفسه، سجل نتائجه في التمثيل البياني أدنى. عندي هذا التمثيل البياني في وقت الراحة، في حالة الراحة قبل بدء التمرين الرياضي، وهني أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وهذا عندي من هني لين هني هذا حجم النفس، هذا من هني لين هني هذا حجم النفس أثناء الراحة وأثناء ممارسة التمارين الرياضية. أجب من خلال التمثيل البياني الأول هذا كم مرة تنفس الرياضي بالدقيقة في حالة الراحة. أحسب عدد مرات التنفس. شوية أغير القلم علشان يبين الكتابة. أحسب هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خلال ساعة واحدة 12 مرة خلال ساعة. أو لا لا هني هذا خلال ساعة هذا حجم، بس أكتب 12 مرة، وإذا بكمل بعد الساعة هذا 13 14 مرة. ما التغيرات التي طرأ على تنفس الرياضي عندما كان يمارس التمارين الرياضية؟ نلاحظ الفرق بين الرسمين البيانيين. التغيرات التي طرأت، وش اللي صار؟ زاد حجم النفس وزاد أيضا معدل التنفس أو عدد مرات التنفس خلال الدقيقة الواحدة. إذن ألاحظ شيئين، زاد حجم كل نفس، زائد الشغلة الثانية اللي تغيرت زاد عدد مرات التنفس. لماذا طرأت تلك التغييرات؟ احنا ليش هو تنفس بشكل أسرع، زادت عدد مرات التنفس، وأيضا زاد حجم التنفس، صار حجم التنفس أكبر، يعني ياخذ نفس أكثر. ليش؟ لكي يوفر أكبر قدر ممكن من الأكسجين، لكي يوفر أكبر قدر ممكن من الأكسجين، لأن إذا تتذكرون هو بيحتاج الأكسجين عشان يتفاعل مع الجلوكوز عشان يعطيني ويش؟ عشان يعطيني الطاقة، والحين هو محتاج الطاقة في العضلات أثناء أداء التمارين الرياضية. نشوف على السؤال اللي بعده، الوحدة السادسة، للتنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان. استقصى عالم تأثير هرمون الأدرينالين. تتذكرون الهرمونات؟ أخذنا الهرمونات في الفصل الدراسي الأول. إنزين، هذا هو هرمون الأدرينالين على جسم الإنسان، وقد طلب من إلى 15-50 متطوع مشاهدة فيلم رعب وسجل نبضات القلب. هو خذ كم؟ 50 متطوع وشاهدوا فيلم رعب وحسب هو معدل نبضات القلب. أول سؤال عندي، ما المقصود بالهرمون؟ طبعا هذا السؤال تذكر موجود نصا في الكتاب، ما لازم أنا أكتب أحلكم الحين. هو عبارة عن مادة كيميائية تفرزها بعض أنواع الغدد وتستهدف أعضاء معينة في الجسم. أين يتم إنتاج هرمون الأدرينالين؟ طبعا في الغدة. وين؟ الكظرية. ماذا تتوقع أن يحدث لمعدل نبضات القلب لدى مشاهدة فيلم رعب ولماذا؟ الحين أنا في الوضع الطبيعي ما يصير عندي شيء أبدا، صح؟ لكن إذا أنا حد عرضني لمشاهدة فيلم رعب، وش اللي ممكن يصير؟
ما نبى شيء ثاني، بس يبون هم لمعدل نبضات القلب. وش ممكن يصير لمعدل نبضات القلب؟ معدل نبضات القلب وش بيصير له؟ يزيد أو تزيد معدل، يزيد معدل نبضات القلب، يزيد معدل نبضات القلب. ليش؟ بسبب إفراز هرمون الأدرينالين، لأني أنا عرضت هذا الشخص لمشاهدة فيلم رعب، وهذا فيلم رعب هو عبارة عن ردة فعل اللي هو إنتاج هرمون الأدرينالين، ردة فعل لمشاهدة هذا الفيلم الرعب. فوش اللي بيصير؟ هذا الهرمون يأثر على عدة أعضاء في الجسم، من ضمن هذه الأعضاء إنه يأثر لي على ويش؟ يأثر لي على معدل نبضات القلب، يزيد من معدل نبضات القلب لكي يوفر أكبر كمية من الأكسجين لحدوث عملية التنفس الهوائي في الخلايا. طبعا ليش زاد معدل زاد معدل نبضات القلب؟ بسبب افراز هرمون الادرينالين. التاثيرات الاخرى للادرينالين على الجسم اكتب ثلاثه منها. نتذكر مع بعض التاثيرات هرمون الادرينالين اللي هو مثلا توسع حدقه العين، وبعد زياده التنفس، وبعد افراز العرق، وبعد ويش؟ توسع الاوعيه الدمويه وعمل الكبد لإفراز الجلوكوز. أي ثلاثة موجودات عندكم في الكتاب كتبوهن. طيب انزين، نشوف اعطينا جدول يبين الجدول الآتي النتائج التي سجلها العالم لمتطوع واحد. هذا عندي متطوع واحد، الزمن بالدقائق، الزمن بالدقائق مع معدل النبض. طبعا هذا صفر اللي هو وقت الراحة، هذا وقت الراحة أو قبل التأثير على هذا الشخص. بعدين في الدقيقة العاشرة كان عندي 92، بعدين 20 زاد 70، بعدين 30 زاد 79، 40 وصل إلى 86، في الدقيقة 50 ارتفع إلى 137، وبعدين رجع يهدي في الدقيقة 60 90. يبون أول شيء نمثل النتائج بيانيا. أنا جبت لكم التمثيل البياني جاهز عشان الوقت. هذا عندي التمثيل البياني، اللي حاب أن ينقل التمثيل البياني. هذا عندي اللي على المحور الصيني، عندي 10 20 30 اللي هو الزمن، هذا كاتبينه حلكم. وعلى هذا المحور معدل نبضات القلب، بدينا من 20 واحنا ورايحين لين وصلنا 160. عند 10 كان كم؟ 65 هني تقريبا. عند 20 كان، عند 20 طبعا عند الصفر هني 65، عند 10 92، عند 20 70 هني في هذا المنطقة. انزين بعدين عند 30 79 رجع يزيد، بعدين عند 40 زاد شوية 86، بعدين عند 50 وايد زاد وصل إلى 100 تقريبا هني الذروة 137، عند الدقيقة 60 رجع يهدي اللي هو وصل إلى 60 نبضة في الدقيقة. إذا كان هناك جزء مرعب بشكل خاص في الفيلم، يعني أوكي هو فيلم رعب لكن هناك جزء خاص في أي وقت تعتقد أنه عرض في الدقيق، من خلال التمثيل البياني يوضح لي أنه عند الدقيقة 50. ليش؟ لأن هني كان أعلى معدل لنبضات القلب في الدقيقة الواحدة اللي هو وصل إلى 137 دقيقة. اقترح طريقة واحدة يمكن للعالم فيها أن يحسن استقصاءه. ممكن أنه يعني نشوف مثلا هني ها يضيف اللي عمود بنفس ال شو اسمه الصفوف اللي موجودة هني، وأسجل عليها أنه هو هذا وقت الراحة أو قبل إفراز أو قبل أو قبل عرض الفيلم أو أثناء عرض، يعني أجيب
اجيب فيلم ثاني ما يكون مقطع رعب، ما يكون في مقاطع رعب، واسجل كم ممكن انها تكون نبضات القلب علشان انا اقارنها ما بينها وبين لما يكون عندي فيلم رعب. وممكن شغلة ثانية علشان تكون نتائج صحيحة، اني انا ما اجيب النتائج لمتطوع واحد فقط لانه اعطانا نتائج متطوع واحد فقط، ممكن انا اجيب المتوسط الحسابي حلهم كلهم او حتى على الاقل لعشرة اشخاص. ننتقل للسؤال اللي بعده، الوحدة السابعة التغذية في النبات. خلاص عاد هني دخلنا في الفصل الثاني. عندي هذه التجربة، قام أحد الطلاب بإعداد تجربة لاستقصاء عملية إنتاج غاز الأكسجين في نبات عشبي مائي. هذا هو النبات العشبي المائي، ويقوم بعملية التمثيل الضوئي، والنباتات المائية اللي تتميز فيها أنها ما تطلع لي غاز ثاني أكسيد الكربون، لا تطلع لي هني أثناء هني تطلع لي غاز الأكسجين. واضح هني معاكم أنه يتجمع هني عندي غاز الأكسجين. خلوا شو اسمه المصباح على مسافة معينة، وبعدين ظلوا يغيرون في المسافات طبعا مع حساب الزمن. انزين، هم في هذه التجربة تموا يحسبون ويش انه في الدقيقة الواحدة كم عدد الفقاعات. استخدم الطالب مصباح مكتب كمصدر للضوء، وقام بحساب عدد فقاعات الغاز التي تنتج في دقيقة واحدة، ثم قام بتحريك المصباح المكتبي إلى مسافة أخرى عن النبات وكرر التجربة. هذه نتائج التجربة الأولى، هذه نتائج التجربة الثانية، هذه نتائج التجربة الثالثة. هو يغير المسافات، يعني أول شيء 10 وبعدين 20 سنتي وبعدين 30 وبعدين 40 وبعدين 50. أول سؤال عندي، لماذا كرر الطالب التجربة 3 مرات؟ ليش تتوقعون أنه سواها 3 مرات؟ ما كان يكفي مرة واحدة؟ لا، ما يكفي مرة واحدة. أول شيء علشان يتأكد من أن النتائج اللي سواها نتائج صحيحة، ورقم اثنين علشان إذا في خطأ للتجربة، في مصدر خطأ، يكتشف وين مصدر الخطأ في التجربة. طبعا مع الإعادة بيعرف هو أغلاطه، بيصحح أغلاطه. أنقل الجدول إلى دفتر ظلال النتائج التي يحتمل ألا تكون دقيقة، وأكمل مع العمود الأخير. النتائج اللي ممكن أنها ما تكون صحيحة، لحظة شوي بس أمسح ذي، نشوف النتائج مع بعض. في التجربة الأولى 105، 99، 132، بعدين 106، 57، 110. هني ألاحظ أنه نقصان كبير، يعني تقريبا للنص نقص، ما نقص عدد الفقاعات شوية، لا وايد. ما لأن إذا جيت أقارنها مع الثانيات لا عادي. نشوف هني صح أنه 81 ونقص بعدين، لكن نقص يعني 3 حبات، حبتين 3 حبات، وبعدين رجع يزيد. هني نفس الشيء، زاد 5 حبات ورجع يزيد حبة واحدة. هني زاد وبعدين شوية نقص. هني كان الشاذ لأن نقص تقريبا بمعدل النصف. نكمل العمود الأخير من خلال حساب المتوسط الحسابي. أنا بحسبه وأنتوا حسبوا معاي بعد، عشان إذا أنا غلطت تكون عندكم الإجابة الصحيحة. العدد كيف أجيب المتوسط الحسابي؟ عدد الفقاعات الناتجة في الدقيقة الواحدة يبون مقربا إلى أقرب منزل إلى منزلة عشرية واحدة. أسوي 105، 105 زائد، أو بسويها هنا أول واحد، 105 زائد 99 زائد 132، وأقسمها على مجموع القيم، يعني مجموع المتوسط الحسابي كيف أجيبه، مجموع القيم على عددها. أول واحد 105 زائد 99 زائد 132 تقسيم 3. هني أول واحد 112. يعني أسوي بسرعة بسرعة، أنتوا سووا معي، سبحان الله يمكن أنا أغلط في شيء ولا شيء، ما أحد يعلم. الثاني 106 زائد 75 زائد 110 تقسيم 3
طلع لي 91. اللي بعده 81 زائد 79 زائد، جالسة أسوي ضرب، 81 زائد 79 زائد 84، 1 زائد 7 9 زائد 8 4 تقسيم 3 81.3. اللي بعده 40 زائد 45 زائد 46 تقسيم 3 أعطاني 43.7 تقريبا. آخر واحد 28 زائد 31 تقسيم 28 زائد، ما أعرف أعلمني على الضرب بس أسوي ضرب، زائد 31 تقسيم 3 يعطيني 31. طبعا كلها بنفس الطريقة اللي هو المتوسط الحسابي، بكتبها حلكم اللي ما يعرفه. المتوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها، مجموع القيم اللي هو نجمع هذا السطر بروحه وهذا بروحه كذي بهذا الطريقة، عددها كم؟ حبة حبتين ثلاث، مجموع القيم على عددها، يعني عددها بيكون ثابت، القيم هي اللي تتغير في كل مرة أحسب. بعدين نمثلها بيانيا، يعني بعد نفس الشيء التمثيل البياني جايبت لنا حلكم جاهز عشان نستغل أكبر قدر من الوقت. حسبنا المسافات عند 10 طلع لنا 112 تقريبا، عند 20 91، وعند 30 طلع لنا 81 هني تقريبا بشوية أكثر، وعند 40 43 هني تقريبا، انزين، وعند 50 31 هني. بهذا الطريقة حسبنا سوينا التمثيل البياني. اقترح متغيرا كان على الطالب أن يضبطه، وش هو اللي ممكن انه كان اللي كان انه يضبطه؟ مثلا انه يثبت لي درجة الحرارة، مثلا يبون واحد بنكتب لهم واحد، مثلا درجة الحرارة. استخلص استنتاجا من النتائج التي تم الحصول عليها. طبعا هو كان بين ويش ويش، بين المسافة وبين عدد الفقاعات، فأسوي على هذا الأساس، مسافة تأثير الضوء على متوسط الفقاعات. فممكن أن أقول أن إذا جبت من هني إلى هني أقول أن مع تقريب المسافة أو مع زيادة شدة الإضاءة، لأن أنا كل ما أقرب الإضاءة من النبات فبتزيد شدته، فأقول أن مثلا الاستنتاج الأول مثلا، أو أن أكتب العكس، أن عند تقريب الأشعة أو زيادة شدة الإضاءة يزيد متوسط الفقاعات الناتجة، أو أقول العكس أن مع تقليل شدة الإضاءة يقل عدد الفقاعات. المهم أنها تكون العلاقة ما بينهم عكسية، عكسية ولا طردية تستوي كذي، هي عكسية، أن مع زيادة هني عكسية. إذا قلت على المسافة، إذا تكلمت عن شدة الضوء بتكون طردية، مع زيادة شدة الإضاءة يزيد عدد فقاعات الأكسجين. هني بين قوسين علاقة طردية. ممكن حد يكتب لي استنتاج ثاني، إنه مع زيادة المسافة بين الضوء والنبات، مع زيادة المسافة وش يصير لعدد الفقاعات؟ يقل عدد الفقاعات للأكسجين، فهني تكون العلاقة عكسية.
المهم اني انا اكتب استنتاج صحيح، سواء كتبت هذا الاستنتاج او عكسته، يعني قلت انه مع قلة الإضاءة يقل عدد فقاعات الأكسجين، نفس الشيء تكون العلاقة طردية، أو هني مع قلة أو تقصير المسافة بين الضوء والنبات يقل عدد فقاعات يزيد عدد فقاعات الأكسجين، ونفس الشيء تكون العلاقة عكسية. إذا هذا هو الاستنتاج. نروح للوحدة الثامنة في الهضم، الهضم في الإنسان. في القرن 19 أجرى الطبيب ويليام بومونت تجارب على الهضم عندما أصيب أحد مرضاه بطلق ناري تسبب بجرح مفتوح بثقب في معدته، يعني انثقبت المعدة بواسطة طلق ناري. استطاع بومونت أن يستخرج عصارة معدة مريضة عبر هذا الثقب، وبعد تحليلها تبين أنها حمضية. ما اسم الحمض الذي وجده في بومنت في عصارة المعدة؟ وش هو الحمض اللي موجود في عصارة المعدة؟ هو عبارة عن ويش؟ حمض الهيدرو كلوريك، اللي هو حمض ال HCl. وش وظيفة هذا الحمض؟ ها، تتذكرون وش وظيفة هذا الحمض؟ وظيفته ويش؟ وظيفته انه يهضم البروتين او يوفر، او ممكن ان اكتب يوفر الوسط الحمضي لانزيم البروتين، علشان يقدر الانزيم يعمل بشكل صحيح، يوفر الوسط الحمضي لانزيم البيبسين. أخصص أكثر أنزيم البيبسين، وهو من أنزيمات البروتيز، لأن أنزيم مش اللي يهضم البروتين، لأن أنزيم البيبسين هو اللي يهضم البروتين. إذا حمض الهيدروكلوريك ال HCl هو اللي يوفر لي الوسط الحمضي لأنزيم البيبسين، لأن أنزيم البيبسين لا يعمل إلا في الوسط ويش؟ في الوسط الحمضي، الذي يبلغ تقريبا قلنا من 2 إلى 3 تقريبا كذي، أو من 2.5 pH، يعمل بأعلى معدل للنشاط. وضع بومنت أيضا طعاما في معدة مريضه عن طريق الثقب، وسحبه مرة أخرى بعد فترة محددة من الوقت، فوجد أن الطعام في العصير المعدي قد تم هضمه جزئيا. وش قلنا اسم الأنزيم اللي موجود في المعدة؟ هو أنزيم البيبسين، أنزيم البيبسين من أنواع أنزيمات البروتيز، لأن أنزيمات البروتيز أنزيمات متنوعة. أنزيمات البروتيز، اذكر اسم مادة التفاعل، بما أن الأنزيم اللي موجود في عصير المعدة هو الذي قام بالهضم، فمعناته هو هضم ماذا؟ هضم بروتين. فإذا مادة التفاعل هي وش بتكون؟ مادة التفاعل بتكون، مادة التفاعل هي البروتين. المادة الناتجة، وش المادة الناتجة بعد الهضم؟ المادة الناتجة بتكون عديد البيبتيد، أو ممكن أقول أحماض أمينية. الإجابتين صحيحات، واضح؟ أروح للوحدة التاسعة، النقل في النبات. استخدمت إحدى الطالبات جهاز البوتوميتر لاستقصاء تأثير شدة الضوء على معدل امتصاص الماء بواسطة ساق نبات ورقي. قامت الطالبة بإعداد الجهاز كما هو موضح أدنى. أنا أعرف أن اللي خضيناه في الكتاب غير، اللي هو كان كذي شكله، أن هني حطوا لنا اللي ثبت لنا، وبعدين هني هذا المفتاح اللي نخلي فيه الماء، صح؟ وهني يكون في أنبوبة شعرية، هني يكون النبات.
وهذا كامل غطسة في ويش؟ غطسة في حوض، حوض مائي. هني عاد أخلي فاصل ما بينهن، اللي هو هني يكون في هذا، هني هذا اللي هو سميناه السطح المقعر، السطح المقعر الفاصل ما بين الماء وبين الهواء. فعلى حسب العملية التي تحدث لهذا النبات تنسحب هذه لهذا السطح أو هذه الفقاعة. هني نفس الشيء بس بطريقة ثانية، إن المهم أن الأنبوبة الشعرية موجودة. سووا الجهاز بطريقة ثانية، جابوا الكأس الملون وثبتوه هني، هذا هو الأنبوبة الشعرية، نهاية الأنبوبة الشعرية، ثبتوا ساق النبات الورقي، وهني موجودة فقاعة الهواء، هذا هي بصورة أوضح، هي يبينها مكبرينها حلكم، وهذا هو الماء الملون. انزين، ما اسم العملية التي تؤدي إلى تبخر الماء من الأوراق؟ طبعا هي عملية ويش؟ عملية النتح، لأن لما تفتح الثغور يتبخر الماء الموجود في الأوراق، مما يؤدي إلى ارتفاع الماء. ماذا تتوقع أن يحدث لموقع فقاعة الهواء أثناء حدوث تلك العملية؟ يعني هني لما تحدث هذه العملية، هني طبعا موجود ثغور، لما تفتح هذا الثغور وش يصير لحق الماء؟ يتبخر الماء إلى الخارج، يخرج إلى الخارج، فهي هني يقل جهد الماء في الأوراق، عشان كذا يضطر الماء إنه طبعا تطبيق الخاصية الأسموزية يرتفع الماء إلى الأعلى، يسحب الماء إلى الأعلى، وهو يسحب هذا الماء، طبعا هذا هو مصدر الماء اللي هو في الكأس، فوش يصير حق هذا الفقاعة أيضا؟ ترتفع إلى الأعلى، إذا ترتفع للأعلى، لأن النبات كأنه يسحب لي الماء اللي موجود في الكأس. قامت الطالبة بتغيير شدة الضوء باستخدام مصباح كهربائي، وضعته على مسافات مختلفة من النبات. يبين الجدول أدناه النتائج التي حصلت عليها الطالبة. نشوف النتائج اللي معانا. هني خليته على البعد عن المصباح، والمسافة اللي قطعتها، والزمن، ومعدل الامتصاص كم كان. انزين، هني أول شيء حطيته على بعد 10 مليمتر، فالمسافة اللي قطعتها الفقاعة 20 خلال دقيقتين. انزين، وبعدين خلتها على مسافة أبعد شوية، زيدتها 10، خلتها على بعد 20، فالمسافة اللي قطعتها 18 خلال 5 دقائق، وبعدين 40، المسافة اللي قطعتها 6 مليمتر، لأن لازم يكون هنا في مسطرة بالمليمتر عشان تحسب المسافة التي تقطعها شو اسمه الفقاعة. بعدين خلتها على 40، بعدين عن خلتها على 50، طبعا خلال زمن معين. معدل الامتصاص كيف هني يحسبوا حالي معدل الامتصاص؟ هني معدل الامتصاص أحسب المسافة على الزمن. أكتب لكم القانون هني، معدل الامتصاص، معدل الامتصاص الماء يساوي المسافة التي قطعتها فقاعة الهواء على الزمن. أول واحد عندي 20، علشان أثبت إني أنا ياسة أجاوب صح، 20 تقسيم 2 10، بعدين الثاني 18 تقسيم 5، 18 تقسيم 5 أشوف، أيوة فعلا 3.6، وهكذا البقية إذا احتاجناها بنحسبها. أول سؤال، احسب القيمتين الناقصاتين. القيمتين الناقصاتين يبون معناته 6 تقسيم 5، ويبون 2
تقسيم 10، 6 تقسيم 5، 1.2، 2 تقسيم كم؟ 10، يساوي 2/10. مثل النتائج بيانيا أيضا مثلتها حلكم، جبتها حلكم جاهزة. صف تأثير زيادة شدة الضوء على معدل الامتصاص، طبعا مبين عندي أن كلما زادت شدة الإضاءة كلما زاد معدل الامتصاص، بدليل أنه كان 20 وتم يقل مع بعد المصباح، يعني كلما كانت الإضاءة أقل. اذكر عاملين بيئيين يجب على الطالب الحفاظ على ثباتهما أثناء تنفيذها للاستقصاء، مثلا درجة الحرارة والرياح أو الرطوبة. المهم تكتبون أي عاملين صحيحين. وبكذي هذا كان آخر سؤال في منهجنا لهذا اليوم. بكذي خلصنا كل شيء، أتمنى أنكم استفدتوا. خلاص غطينا، الحمد لله خلصنا كامل. أتمنى أنكم استفدتوا من اللي قدمناه لهذا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله في الحصص القادمة وفي الامتحانات النهائية. مع السلامة.